يعني الطبلات تدي يعني كل نهار 4000 درهم 5000 درهم ابار المساعدات ديال المحسنين. ضروري يكون 4000 درهم 3000 درهم 3500 حتى 4000 درهم. وهذا العام راه نقصنا في الطبله كمثال بحال الحليب بحال دانون، لان ما سافعتناش الميزانيه ما تسافعناش باش احنا ما كرهناش نديرو في الطبله اي حاجه، ولكن للظروف هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين. البيض دابا راه وصل 34 ريال، يعني درهم و70 راه غالي بزاف غالي بزاف غالي بزاف، ولكن رغم ذلك ما حيدناش من الطبله، ولو اننا راه تيدينا واحد الميزانيه، ولكن رغم ذلك تشبتنا به، لان تيعاون في الافطار، تيعاون لان كاين دابا الانسان مسكين تيجي تيفطر تيشرب هذيك الحريره، ياكل هذيك الشباكيه، ولكن هذاك الخبز وهذاك هذيك البيتزا الصغيره وهذاك الفرماج والبيض تيديه مسكين تيديه، يمكن يتسحر به يمكن يتعشى به. هذا الشيء ضروري يكون في الطبله. هذا الشيء اللي يعني تنجيبوا حنا الشباكيه ديال 50 درهم الكيلو باش تقام علينا. البيتزا تا هما تنخلصهم ب3 دراهم الوحده صغيره. البغري تنخلصوه بدرهم و50 ياك. الخبز كاين ديال 2 10 دريال، كاين ديال درهم، كاين ديال 2 دراهم. هذا الشيء اللي كاين. بالاضافه حتى هو راه السردين راه شريناه اليوم ب 15 درهم. راه السردين بوحدة تيخصك فيه 5 كيلو 6 كيلو، راه تيدي ميزانيه. هادشي راه كيما قلت لك، انا 3500 درهم 4000 درهم تقديري، راه بعض المرات تمشي الميزانيه، لا بعض المرات الى عاوننا شي واحد جاب شي تمر راه نقصي على الاقل تنقص التمر في الميزانيه، ولكن ما كاينش. راه التمر حتى هو راه تنجيبوه ب 40 درهم الكيلو، ما تنجيبوش اي تمر. حنا بنينا الطبله باش تكون بحال فطرتي في دارك. السبب كما قلت لك الميزانيه تتلعب الدور. دابا لحد الان راه تيفطروا، دابا راه 150 واحد تيفطروا لحد الان، ولكن بمرور الايام راه تيتزادوا الاشخاص، هي تيتزادوا. راه دابا شفتي دابا كاينه 150 شخص يفطر، ولكن راه تنبريبارو ديما جوج طبالي ثلاثه طبالي وريزيرف راه بريباريناهم وريزيرف، لان تيفطروا الناس تيجيو الناس عاوتاني مساكن، كاين اللي تيجي عاوتاني، كاين اللي فاتوا المغرب ولا صلى ولا تعطل شويه ما يمكنش ترجعوا. الا بلي جاي يفطر، هادشي ديما تنديروا الريزيرف ديال جوج طبالي ثلاثه طبالي. هي بارتفاع الاسعار سي نورمال، لان المائده تنقص. حنا تنديروا مجهود ديالنا، ولكن الغالب الله الغالب الله، ولكن كاين نهارات عاوتاني فاش الى الى الا الا كاين الا كاين شي جمعيه ولا شي محسن تعاون معنا، راه الطبله تتكون مزهره باش نقولوها بهذه اللغه هذه. ولكن رجع في الله هذا الشيء اللي عندنا، ولكن راه ما ذلك راه نفصل في المستوى. اي من هذا المنبر تناديو يعني الساكنه من سرقاو ولا تنهبوا من المحسنين والمحسنات، يعني اللي قد على الكثير القليل اللي كاين، بمواد غذائيه، بالدقيق، بالشباكيه، ماشي بالفلوس بالضروره بالفلوس، يكون عيني يكون نقدي، والله يرحم الوالدين يتعاونوا معنا باش نكملوا. وسطاء ديال الخير، وسطاء. راه شفتي مجموعه من الشباب، راه شوف كاين الحمد لله كاين اللي تيطيب مسكين، راه باش تطيب 300 واحد ولا 400 واحد باش يشرب حاجه، خصك. وهالناس هما المساكن تيغسلوا معاه، كاين اللي مكلف بهاتاي، كاين اللي مكلف، كل واحد والمهمه ديالو، وتنشكروا هاد الشباب. راه مساكن خدامين بكل سنه والسنه التاسعه دابا، وكل عام ان شاء الله تيتلقى نجاح. يعني الاخطاء اللي درنا ذاك العام راه ما درناهمش هذا العام، راه التسيير دابا راه التسيير في المستوى، كلشي قسمنا، كل واحد والمهمه ديالو، والحمد لله راه هذا الشيء بخير. هذه هي النسخه التاسعه من خيمه الافطار المدني اللي كنظموها الشباب ديال المنطقه ديال المسرقاو. بدينا هذه المبادره هذه من 2013 وحنا في هذه المبادره هذه. الخيمه كتواجد بمسرقاو قرب مسجد الحسن الاول في دوار جدار. الخيمه هذه اللي كيشرفوا عليها مجموعه ديال الشباب ديال المنطقه ديال المسرقاو، تقريبا كنقدموا وجبات الافطار لما يقارب من 160 واحد حتى 180 واحد يوميا تقريبا. كيجيو عندنا هنا كيفطوا تما السلطه بعد صلاه المغرب مباشره، كيجيو الناس كيفطوا عندنا هنا. اغلب الناس اللي كيجيو عندنا كيكونوا من الناس اللي في حاله هشاشه، الناس اللي واقفين تما على الفطور. ايضا كيكونوا الناس اللي جايين من القرى من البوادي، كيخدموا هنا في الزينات، كيكونوا كيكريو هنا في المسرقاو، اللي كيكونوا محتاجين للفطور. ايضا كنقوموا بتوزيع فطور اومبورتي لتقريبا 150 شخص، كيجيو عندنا تقريبا بعد صلاه العصر كنعطيهم وجبات الفطور. اغلبهم كيكونوا من النساء اللي كيكونوا في وضعيه صعبه،
كما كتعرفوا بلسكا هو واحد الحي قديم في مدينه اكادير، والحي شعبي باقي فيه بعض المعالم ديال الهشاشه، وذلك اطاعه مجموعه ديالنا ديال الشباب ديال بلسكا انها تكون وكتنظم ديما خيمه الافطار، وخدت على العتيق ديالها انها تستمر. احنا مجموعه تسمى ديال الشباب، ما عندناش تسمى جمعيه ولا 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 كيكون عندنا شي دعم مالي من شي جهه رسميه اللي كتمول لنا خيمه. اغلب الناس اللي كيتعاونوا معنا كيكونوا الاصدقاء ديالنا، العائلات ديال المنطقه ديال المسلقة، بعض الجار اللي كيتعاونوا معنا في هذا الخير. ايضا كنحلوا الباب ديال الخيمه لبعض النوادي، سواء فونسي جي في يوستي، لي كلوب سوسيال كيجيو عندنا كيقدموا وجبات الافطار، بعض الجمعيات الصديقه في مدينه اكادير كيجيو عندنا ايضا، كنخلي لهم حنا الخيمه وهما كيجيبوا الفطور للناس وسميتو. هذه كنعالجوا بها المشكل ديال الدعم اللي ما كيكونش عندنا. ايضا هذه السنه هذيك كاين واحد الاكراه اللي هو كبير، اللي هو ديال الاثمنه ديال بعض السلع، عدد كبير ديال السلع اللي تزاد في الثمن ديالها غير مقارنه بذاك العام. حيدنا تقريبا بزاف ديال ليزارتيك اللي حيدناهم غير حيتاش البيت جي ما بقاش كيقدنا. بحال قلت ملي كان الوجبه الفطور كتقام بواحد 20 درهم للشخص، دابا ولات كتقام 25 درهم 30 درهم. تقريبا الفطور يوميا كيتقام ما بين 1500 درهم حتى 2000 درهم يوميا. هذا هو البيت جي كل نهار ديال خيمه الافطار. لحسن الحظ ماشي كلشي هادشي اللي كنشريو بصراحه، لحسن الحظ كاين كما قلت لك بعض الاصدقاء وبعض الجمعيات اللي كيتعاونوا معنا. عينيه جوستوما عينيه، هذا هو هذه الطريقه باش كنشتغلوا. كنفضلوا دائما ان الناس يعاونونا بالمساعدات اللي هما عينيه، بحال البيض، الفرماج، الدقيق، هاد الحوايج اللي كنكونسوميو تقريبا كل نهار. ايضا ومع ذلك التكلفه ديما كتكون بايضه. سمع.